بعد قليل لقاء القمة، قمة السحاب، كلاسيكو العرب، مصر والجزائر في كأس العرب، مواجهة من العيار الثقيل. الفائز يحصد صدارة المجموعة بعد التأهل إلى دور الثمانية. منتخبنا حقق ضربة بداية قوية في البطولة، فاز على لبنان بهدف أفشة، ثم فاز على السودان بخماسية نظيفة سجلها أحمد رفعت وأحمد زيزو ومحمود الونش وحسين فيصل ومحمد شريف، وقدم واحدة من أجمل العروض في البطولة. المنتخب يخوض اللقاء كامل العدد عدا أفشة المصاب. لديه محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمود الونش وأحمد حجازي في الدفاع، وأكرم توفيق وأحمد فتوح ظهيري جنب، وحمدي فتحي وعمر السولية وأيمن أشرف في الوسط، حسين فيصل ومحمد شريف ومروان حمدي في الهجوم. ولدينا قوة ضاربة أخرى مثل أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد وأسامة فيصل ومروان داود، لاعبين تألقوا بشكل لافت في الفترة الأخيرة، قوة هجومية وتهديفية خطيرة في يد كارلوس كيروش يمكن الاستعانة بها في أي وقت. منتخبنا يخوض مواجهة أمام فريق قوي يضم لاعبين دوليين كبار، هي مباراة ليست بالسهلة ونهائي مبكر للبطولة والمواجهة الأبرز في الدور الأول. فهل يفعلها المنتخب ويحقق فوزه الثالث على التوالي مع كيروش في البطولة ويحسم صدارة المجموعة الرابعة؟ سؤال تجيب عنه 90 دقيقة صعبة تنطلق بعد قليل بين مصر والجزائر في قمة الكرة العربية الأولى.